من المطبخ الأوريونتال جبت لكم طبق الكفتة، رايح نمد لكم كامل أسرارها باش تجيكم طرية وبنينة. تبعوني. جبت بصلة متوسطة، نصف فلفلة حمراء، ورحيتهم خشان باش ما يطلقوش الماء تاعهم. وهنا عندي 600 غرام لحم مرحي. زدت لها الفلفل والبصل والمعدنوس، لا شابلور والبتي سويس، الثوم، دبس الرمان، وتبلت بالملح الفلفل، العكري والكمون، ثوم بودرة وحار ناشف. وبيان سور ساشي جومبو ميكس بالتوابل والأعشاب اللي راح يبنن الكفتة تاعنا. نخلطها في بعضها ونخدم خليط من الزيت والعكري واللي راح نختص فيه دية باش نبدا في تشكيل صوابع الكفتة. المشارقه يديروها في واحد السفافد مسطحين ويقرصوا عليها باش يمدوا لها واحد الشكل اللي تتميز به. انا هنايا باش تحصلت عليه استعملت برك يد الفرشيطه كيما راه مبين قدامكم. نزيد في الكفته في سنين ندهنها بخليط الزيت والعكري بور لي دغاتي. انا هنا غادي ندخلها في الكوشه مي مشويه فوق الفحم تجي خير وخير. الكفته تتقدم مع البصل بالسماق والمعدنوس. السماق هو من التوابل الشرقيه واللي بنته تتميز بالحموضيه. ومن بعد 15 دقيقه في الفور الكفته تحمرت وتجمرت وريحتها راهي تشهي. نفرش لها الخبز العربي وفوقها البصل بالسماق ونحط اصابع الكفته على هاد لو لي دونيو. جربوها غادي تحبوها. على بروشين.